من عندي او هنا في الاخر ما نستعملوش في النهار، نستعملو كي نجي راح نرقد، سواء نسمع به القران ولا نسمع به كاش دي فيديو ولا نشوفهم ندير في حاشاك وحاشاك ديالكم نديرهم في ودني نسمع في الليل، يعني سي بوني في الفرش نديرهم باش ما نديرش الحس في الدار. هذا ما كان ما في النهار. انا نتمنى هذه الامنيه تاعي وصيه، يعني الميساج اللي كاع الشعب الجزائري، انه الكتمان هذا راه خاطر على ولادكم وعلى الكبار. لما يديروه ما يسمعوا كلاكسون، ما يسمعوا واحد يعيط لهم، بالك ممكن حاجه راح تطيح من البلكون، لما ينبهوه ما يسمعش. هذه يعني سيت ان كونساي، ما دامني كبير ونعرف هذا المشكل هذا، نقول لهم خاطر كبير على ولادكم. ما تقولوش باللي راهو ممكن برا يصير له حادث، هذاك الخيط هذا كيدير له الشبه، يلحقوا يعني المستشفى، يلحقوا حتى للقبر كاع. قتل الناس هذاك الكتمان، قتل الناس والله، غير قتل الناس. دايرين في ودنهم سواء داخل الطوموبيل او داير موسيقى في ودن وراه يسوق، كاين كار كاين كاميون، ومن داك يصاوب حوايج لي فريمون بيزار. نتمنى ان شاء الله ياخذوا بالنصيحه تاعي، ما يديروش الكتمان هذا، يا في بلايص وين لازم يديروا.